ذكر الثمان سنين، في ناس بتسأل على ولادهم يقدروا يبتدوا يروحوا الجيم ابتداء من سن كام؟ لأن في موروث كده إن الجيم يعني للأعمار الأصغر مش كويس. في أبحاث طبعاً طلعت من فترة طويلة كانت قايلة إن الأثقال للأطفال غلط. طبعاً في أبحاث طلعت بعديها نفت الموضوع دوت. إحنا ممكن نعمل أثقال خفيفة جداً من وزن 2 كيلو ل 3 كيلو، طبعاً قبلهم بيبقى في ريزيستنس اللي هو بالحبل الأستيك. بنستخدمه في التمرين قبل ما نوصل للمرحلة الأوزان اللي هي 2-3 كيلو للأطفال. ولازم نتفاجئ هنا بين الأطفال اللاعبين والأطفال اللي مش بيلعبوا حاجة. يعني مثلاً أنا عندي طفل 10 سنين ولعب مثلاً كاراتيه مثلاً، ودول بيبقوا معايا في النادي بيتمرنوا كاراتيه بس عايزين يزودوا الفيتنس بتاعهم. دول بييجوا الجيم بيتمرنوا وبيرفعوا أثقال بس من 2-3 كيلو وممكن ماشين معين. طب والطفل العادي؟ لكن الطفل العادي يستحسن بدل ما هو عايز يعمل يبدا حياته يبدا يلعب رياضه، ممكن يدخل الجيم مع مدرب يبدا يشيل اثقال معينه 2-3 كيلو بتمارين معينه. ابتداء من سن كام بقى؟ من سن 8 سنين. من 8؟ من 8 سنين. انا تخيلتك هتقول من 13 من 12. لا لا لا، احنا عندنا من 8 سنين لحد 10 سنين ممكن يدخل الجيم عادي. احنا بنقول لك معانا اطفال بنعمل لهم بروجرام من 2 كيلو 3 كيلو اساتيك وزن جسمهم زي ما كنا بنلعب من شويه. أوكي. الحاجات دي هي المتاحه ليهم، لكن طبعا السن ده مش هدخله الجيم وادي له اثقال تقيله، لا طبعا استحاله. بس مهم ان هم يمارسوا رياضه جدا من المرحله جدا السنين. جدا. انا كشخص انا دخلت الجيم من وانا كنت في اولى اعدادي كنت مثلا 12 سنه او حاجه. فابتديت حياتي ان انا ابدا اخد الجيم، كنت بشيل بار فاضي، ابتديت اشيل 2 كيلو 3 كيلو لحد ما جسمي خلاص بقى لايف ستايل بقى خلاص. ده بالنسبه له هرمون السعاده زي ما بيقول. تمام. طيب انت عندك تمارين ثانيه ولا يعني ممكن ناخد تمرين ثاني لرجلي مثلا؟ من التمارين المهمه جدا بالذات للسيدات تمرين اللانجز، عشان بينسق شكل الرجل وبيشد الرجل والمؤخره طبعا. ده تمرين لانجز برضه، ممكن اخد ازستين ميه واشتغل هو نفس التمرين اللي في البيت. ده ممكن اعمله 4 مجاميع في 12 تكرار. ده من التمارين المهمه جدا للرجلين. اخر تمرين للرجلين اللي هو قلب السمانه، ممكن امسك برضه اي وزن في ايدي. الاوزان دي يا جماعه ممكن اجيبها في البيت ازاز ميه عادي واطلع مشط رجلي اثبت ثانيتين وانزل. دي معظم التمارين الرجلي المهمه جدا اللي ممكن اعملها في البيت.